بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الثلاثاء 22/9/2020 تم تحميل 13 طن لحوم طازجة من مجزر البساتين متجهة إلى المحافظات الآتية: محافظة القليوبية 3 طن، محافظة الشرقية 3 طن، محافظة المنوفية 3 طن، محافظة المنيا 4 طن، ومع كل سيارة مفتش عام يقوم بتسليمها لوكيل الوزارة لتسليمها للأسر الأكثر احتياجا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو